الكرام، يرجى البقاء في المقاعد ومراعاة إشارة طرد أحزمة المقاعد لن يتم إطفاؤها. يفضل إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة أثناء الجلوس وعندما تكون إشارة طرد أحزمة المقاعد مضاءة. إذا كنت ترغبون بالنوم فرجاء ربط حزام المقعد فوق البطانية والغطاء لتمكننا من تفقد أحزمة المقاعد دون حاجة لإزعاجكم. ونود تذكيركم بأن التدخين ممنوع المنام باتاً على الطائرة بما فيها دورات المياه. هذه الطائرة مجهزة بخدمة الإنترنت وخدمة الهواتف المتحركة التي تتيح لكم الاتصال بشبكات الإنترنت واستخدام هواتف متحركة كبديل على الطفاء منكم. يرجى إبقاء هواتفكم متحركة في وضعية صامت طوال وقت الرحلة. لمزيد من المعلومات عن كيفية الاتصال بالنظام يرجى الرجوع إلى الكتيب الاتصال المتوفر في جيب مقعدكم. وأخيرا نود أن نلفت انتباهكم أنكم ستجدون في جيوب مقعدكم أحدث نسخة من مجلة سوق حرة بوتيك التي تقدم لكم تشكيلة رائعة من العطور والهدايا والأكسسوارات. كما يتكون للمواطنة طاقم طائرة متواجدين على هذه الرحلة اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الهندية، الهولندية، رومانيا، إيطاليا، صربيا وأفريقيا. يسر طاقم طائرة تلبية كافة طلباتكم ليجعل رحلتكم اليوم أكثر راحة. يرجى عدم التردد باستدعاء أي من أفراد الطاقم.